يداغ دي شكون اللي يدان نرايا خدامن نرا البراج نوامان خقورت مازيرتنا نرا السبيطار هات والود نرا يبردنا دا حلون لا نود حضرنا مدني قدنا الحري نوع الا تنس تحتارن ماني يخدم المعد داي الا انت ما نغدغي ما غير انا خدمه غير نتكافى غير ما نتسرح نتكافى انا جبل تقام دي سنين نطر ماني يدا ماني يخسر مسؤوليه نتغي اجي اجرنا وديني فوس السن يا سي لا ما يدغنا ونيتني لا ما خفساولني لا ما سدان الا وديت ما يدي قشني سن تغمرين هاتوري تمشي هاتنا نمد بعدا ونا ديولي ناتي حدا هاتي الصفرحه هذا غيعاون تما زيرتنا هذا خت حلو هاتي تشان بني هلين هاتو الخديم ماني البراج ما زيرتنا ماني السبيطار ما زيرتنا ماني الكاف كريتشا وصيف تما زيرتنا مازال دسمنا كتسكنا قمنا بإعصام مفتوح منذ فاتح أغسطس 2011 وأشير إلى أن جميع شرائح المجتمع الإمغري خرجت ضد السياسات الممنهجة ضدها وضد استنزاف الثروات والسلطات المحلية تدرك وتعي تمام الوعي وأي السلطات المعنية عفوا تدرك وتعي تمام الوعي بأن الحقوق الساكنة حقوق مشروعة وأن شركة معادن إميدر استنزفت ثروات المنطقة وأشير إلى أن السلطات تتحمل المسؤولية للسلطات المحلية بكل هذه بما يقع حيث أنها عوض أن تلعب دور الوسيط نهجت إلى سياسة الاعتقال لكي تقضي على الاعتصام وأشير إلى أن مشروع ساكنة جماعة إميدر أو مبدأ ساكنة جماعة إميدر هو النضال حتى تحقيق المطالب وأشير دائما إلى أننا نحمل المسؤولية للسلطات التي لم تلعب دور الحكم في هذه القضية ولا نودي المؤسسه والخريب نودي الملك العام ولا الملك الخاص انما درنا طريقه هي حضاريه عقلانيه ارنتيني المسؤولين نين فقد شي عندك الثقه هي درت لي راه غير لانه وسين الملف النقص اسمه هو اعتباطي وسين اسمه هو استفزازي قمعي رنت تر من بطننا المسؤولين خاطر الدوله نواجد ادق جينيتي ميدر لانه في حاجه نوتو استجاب نتاع الحقوق نسن اي نسون من خمس سنين تقريبا يشتغل ينس الطريقة ينس المية دوياور إقناع الود نتر المسؤول أخاتار الدولة اللي أنا اللي نود أديا جيتي مدر لأنه في أزر فنسن أفصغيون ودى صغيون خفيات دار أرنتيني أسقسي أني مفتوح نورز من ميت المدر مي أنا مسؤول ناد مي أنا من بعض اسمه